صوت عدد كبير جدا من الحضور السلفي. هنتابع مع حضراتكم اللي حصل في المحكمة النهارده. مشهد مختلف أمام مجلس الدولة فرض نفسه على المارين هناك. ائتلاف دعم المسلمين الجدد نظم وقفة سلمية خارج المجلس تأييدا للدعوة المقامة بالداخل من أجل إصدار قرار يلزم الكنيسة على حد قولهم بعودة كاميليا شحاتة المختفية من شهر يوليو الماضي بعد إشهار إسلامها. الائتلاف قام لرعاية هؤلاء حقوقيا، أولا احنا بنهدف إلى أول حاجة كشف مصير هؤلاء سواء كانوا مسلمين أو عدوا للمسيحية، وإن هم يكونوا يعني بيتمتعوا بكل الحقوق والحرية المتاحة ليهم. تاني حاجة إن احنا نحاسب المسؤولين عن اختطافهم أو عن احتجازهم بغير وجه حق. الأخت قبل أن تخرج من بيتها لمت كل وثائقها اللي هي ممكن تحتاجها وأسلمتها للأسرة اللي كانت عايشة عندها اللي هي أسرة حظ خليفة في الشيخ حظ خليفة أبو محمد في أسيوط وأيضا الشيخ أبو يحيى. فدي بس دليل على أن الأخت لم تكن مختطفة وإنما خرجت لكي تشهر إسلامها. اعتراض من بعض الحاضرين عقب قرار هيئة المحكمة بالتأجيل للتاسع عشر من أبريل المقبل بالرغم من أن طلب التأجيل تقدم به الإدعاء لضم قرائن وأدلة جديدة لم يكن من السهل الحصول عليها قبل حل جهاز أمن الدولة ما من شأنه تغيير مسار القضية. في إجراءات جديدة تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي في أمام النيابة العامة، وإن شاء الله طلبنا من المحكمة أنها تصرح لنا باستخراج صورة طبق الأصل من هذا المحضر، لأن هذا المحضر سيتضمن بعض الأدلة الهامة التي تمثل شهادات ناس معنيين بهذا الموضوع. الراجل المسؤول لإشهار في الأزهر وصل النيابة حالا وقدم الورق حالا حالا حالا، ثلاث صور لكاميليا شحاتة وصورة بطاقتها وصورة بطاقتي أنا أبو يحيى وصورة بطاقة محمد أبو وادي الشاهد الثاني اللي كان معانا. الأصوات المنادية بظهور كاميليا شحاتة وغيرها هي ذاتها الأصوات التي تطالب بأن تعلو مظلة القانون فوق الجميع ضرأ للفتن التي يسعى الجميع إلى تجنبها. لا تزال النداءات بالمساواة أمام القانون هي المحور الرئيسي في الدعوة المطالبة بظهور كاميليا شحاتة. الصورة قد اختلفت كثيرا عن ذي قبل، فهل ما يحمله الادعاء من مستجدات يمكنه أن يضيء لكاميليا نفقها المظلم الذي دخلته منذ شهور؟ سؤال سوف تجيب عنه الأيام المقبلة. من أمام مجلس الدولة يوسف عبدين، الحياة اليوم.